سلام عليكم كده، معاكم ام كامل او محمود كامل. والنهارده يا شباب، النهارده هنشوف سيوف اسطوريه من الصفر لل 200 الف مليون. يا شباب انتم متخيلين قيمتها غاليه جدا، ولكن قبل ما يبدا المقطع اتمنى 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 منك تنزل دلوقتي تضغط لايك وتشترك في القناه انت مش مشترك، عشان نوصل 750 الف مشترك ونوصل بقى فاضل ربع مليون ونوصل مليون. مش يا اخي حط لايك واشتراك، مش تخسر حاجه عشان نوصل مليون مشترك. ومعانا هنا بلوزاب، هلا ديريكس، هلا مودي. الله يا شباب، فالنهارده هنشوفهم سيف سيف وهنقيمهم من الواحد للمليون يا شباب. فاوكي، اوعى تنسى اللايك والاشتراك، واكتب لي تحت في الكومنتات اني احسن سيف هيعجبك في حاله النهارده. ودلوقتي شباب تعالوا اشرح لكم احنا عاملين ايه هنا. المكان اللي هنا ده يا شباب هيكون المكان اللي فيه الزومبيز، المكان اللي هنبدا نجرب فيه كل حاجه. عندكم هنا البيضاوات بتاعت الزومبي اللي هنرصبينه هنا، بعد كده نموته او نجرب عليه السيوف. يب، هنجرب عليهم. اوكي يا شباب، وعندكم هنا سيوف من $1 لحد مليون دولار يا شباب. انتوا مليون دي شليون يا شباب، انتوا متخيلين اعلى رقم في الحياه يا شباب. بصوا بصوا السيف ده، بصوا ما تبصش، ما تبصش. طب انا ما ابصش؟ ما حدش يبص. يلا يا شباب، اوكي جاهزين؟ لا يلا يلا يلا، تعالوا كل واحد يقف هنا. واحد هنا، واحد هنا. كمل قبل كل شيء. اتحداه نوصل المقطع 60,000 لايك. 60,000 لايك شباب، ما راح يقدر، ما راح يقدر، مش هيقدروا. لا ليه مش هيقدروا يا بلوزاب؟ ممكن يوصل. يا حبيبي ما راح يقدر، ما راح يوصل. طب ما بيقدروا، مش يعني ما يحطوا لايك. انا عندي حل لك، اذا وصل المقطع 60,000 لايك، شايف مودي، خليه يقع هون. خلاص انا بقول لك ايه، انا متاكد 100% ان هم يوصلوا المقطع 60,000 لايك، فهو يلا مو اوكي خلاص. لا مات يا شباب، لا اوكي يلا بينا يا شباب، نبدا باول سيف. وبسم الله الرحمن الرحيم، عندنا هنا اول سيف معانا اللي هو السيف الواحد دولار، هو جلاكير بليد، او انا مش عارف الصراحه، بس هو السيف ده يا شباب بدون لمس، بدون لمس. اوكي زي ما بس هو شكله تحس ان هو شبه الايس كريم كده، صح؟ لا والله شبه الايس كريم. الحس ديركس، تعالى ديركس الحس، الحس خلاص 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 والله يدمج. خلاص هاتوا هاتوا. اوكي يا شباب يلا نبدا دلوقتي نجرب على اول زومبي. نحط الزومبي هنا. عيد سؤال ثاني، عيد سؤال ثاني. اوكي يا شباب 3 2 1 اوكي. ايه ده؟ والله استنى، مش محسوب، مش محسوب. ليش عم يهجم علي؟ اوكي تعال، ولا سيبني اضربه، سيبني قتلني بين ما انا بقى. المشكله ان انا بضرب ديريكس، مش بقى والله. اوه طلع لك فلوس. اوكي يا شباب، زي ما انتم شايفين السيف الدمج بتاعه 6 بالظبط، اتاك دمج 1.5 سرعه. اوكي طب يلا نحط الزومبي ونبدا نجرب عليه. من كام ضربه هيموت؟ 1 ضربه، 2، 3، 3 ضربات عشان يموت الزومبي. فانتوا تقييمكم يا شباب في اللافا اسطوري. لا لا ثلاث ضربات، لا على فكره مثل سيف الدايموند، مثل سيف الدايموند. ثلاث ضربات، لا يا شباب في اللافا زباله، ارمي في اللافا مثل المودي. يب مثل المودي، ايوه بالظبط. يلا شباب السيف اللي بعده ماستر سورد. الو السيف حلو كتير، 6 اتاك دامج، تعالوا نجربه يا شباب. يا ترى يا ترى السيف ده هيكون قوي ولا لا؟ يلا هو ده اللي احنا هنشوفه. 3 بسم الله، 2 1 3 1. اعطاني اكس بي، اعطاك اكس بي، الضربه بتطلع اكس بي. وسع وسع كده مودي، شوف شوف. اوكي والله طلعت لي اكس بي اول مره، حتى انا الليفل عندي زاد ترى. ياب والله يمكن كان في زومبي، كان في لا زومبي. لا لا ثواني ثواني ثواني، هذا نفس الشيء ثلاث ضربات. اوكي ثواني نجرب تاني نشوف. اوكي لا 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 يا شباب، اتوقع ان الاكس بي كان بتاع الزومبي اللي قبله. اوكي ف كان دجاجي، سيف زباله الصراحه، وتقييمي ليه 3 من 10 وما يستاهلش ان هو يتحط في الميه يا شباب. يلا بينا على السيف، كان حلو. ها شكله حلو تاني. بصوا احنا مش هناخدها بشكل 100 دولار، يلا بينا. كاندي كان سكر. الله اوكي يلا يا شباب نحط الزومبي ونجرب عليه. اوكي يلا بسم الله، هو كم دامج؟ 1 6 1 2 3 بيض، كله بيض مثل مودي، مثل مودي. شباب السيف ده يستاهل ان هو يكون في اللافا. هو تقييمي ليه من ناحيه الشكل 4 من 10، ولكن من ناحيه الدامج لا يا شباب ما حدش يجربه خالص. اوكي يا شباب يلا بينا على ال 1000 دولار. داون سورد.
واو نجمة النجمة التحتانية ما هيك لوزا واو الدمج بتاعه كيف؟ الدمج بتاعه 6 برضه فاتوقع انه يبقى نفس الدمج شكله رهيب صراحة شكله بصير بايرون يعني هذا الدمج تبعه 3 ثلاث ضربات برضه يا شباب الصراحة من ناحية الشكل لا ما يستاهل لا يستاهل مي مش يب يب عشان شكله بس يا شباب اوكي انا شكله بعطيه 9 او 8 هنا اوكي يا شباب ده شكله حلو الصراحة يلا بينا على اللي بعده 10000 دولار مولتي بليد ايه ده مولتي بليد تعال اجرب عليك واو احا مش الجامد مين اللي ضرب بلوزة بولا بلوزة بولا بلوزة خد يا كلب اوكي شباب تعال نجرب السيف يلا بسم الله الرحمن الرحيم نحط الزومبي واحد هلا انا ضربته انا ضربته واحد اثنين هلا يعني انا كنت ضربه عيد 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 جرب اوكي يلا يلا اوكي واحد اثنين اوكي يا شباب انا رجعت لكم مره تانية بعد ما متنا واتوقع ان السيف ده هو تقييمكم يا شباب تقييمكم للسيف البول ده انا اقول هذا السيف انا بقول انه شكله الصراحه مخيف حلو والصراحه ما بيدمج يعني لافا 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 صح لافا لافا هو من اللافا ولازم أن يقوم في اللافا يا شباب اوكي يلا على اللي بعده 100000 100000 ولا هنا ايه ده فامباير بليد سيف ده سيف الدماء او سيف مصاصين الدماء يا شباب فامباير ينفع اجرب عليه لا بيض 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 طب تعال نجرب الاول على الزومبي هنجربه على الزومبي ياب اتوقع ان السيف ده بيعلى المستوى بتاعه او كل يا شباب ما بنتدمش بيه المفروض ان السيف يتكسر انما ده ما بيكسرش ده بيتزود دمه يلا نضرب كم ضربه للزومبي اجي واحد واحد سبعة تاك دامج الو لا ده حلو يا شباب من ناحيه الشكل والمي لا ميه على طول يا اخي دام يلا على اللي بعده اوكي هنا مليون اوه ايه واو ده انا بيتزا لا بي خبزه خبزه مش خبزه حاجه تشوف هاتشوف شوف هي حاجه على القناه كعكه ايوه كاي زي كعك المنفوخه ياب ياب كيف بالظبط بالظبط انا عارفها بتاعه توم وجيري صح ده مش بتاعها ايوه بالظبط اوكي شباب يلا نجرب على الزومبي واحد واحد اثنين اثنين ثلاثه صراحه انا بدي اقلبها لازم نحرقه بقى لازم يستوي لازم برك يتاكل لا ما بيتاكلش ما بيتاكلش جربت ما جربت اوكي يلا يلا شباب اللي بعده ده الرقم ده اللي هيقراه هديله مليون جنيه 10 مليون 3 1 10 مليون انا 10 مليون اوكي لا 100 مليون الاكوا بليد سيف زي سيف المايه كده بالظبط واو شكرا مايك اوكي بقول لك ايه انت بص يا ديركس انا عندي تجربه انت هتنزل في اللافا هتدمج اكيد انا قوم جايب السيف المايه وضربك عشان الدمج يروح منك يلا طب انا هجرب اوكي يلا يلا لا جيرك سيدي رح تقتل انت هيك لا لازم يطلع عشان يضربه لازم يطلع جول دامج اوكي يا شباب يلا نجرب على الزومبي ونشوف الدمج بتاعه عامل ايه الله ورع هذا هدي اللي حيقتلك هو شباب بيموتني والله حد وراح فين خد جول دامج خد جول دامج خد جول دامج كمات مات يلا اللي بعده يلا اوكي يا شباب نحط الزومبي كده 3 2 1 1 2 ثلاثة كلنا هيك نفس الدماغ بيض اوكي يا شباب يلا السيف اللي بعده لافا هذا تريليون مليون شباب انتوا متخيلين شوفوا شكل السيف في ايد بلوزاب ده عليه انتر ايوب مش انتر بير العين التنين الاندر دراجون واو ان اي اند بليد شباب اتوقع ان السيف ده الدمج بتاعه جامد جدا تعالوا نجرب يلا 3 2 1 واحد اثنين سو ايزي مان ميه يا شباب من ناحيه الشكل والدمج كل حاجه ميه يا شباب والله العظيم اسطوري جدا يلا يا شباب على السيف اللي بعده اوكي ايه ده كي بليد سيف من المفتاح هذا بقى هذا سيف والله سيف اهو شباب المفتاح جيني شوي اعطيني خلاص هو معايا خلاص تعالوا نجرب على الزومبي يلا ليتس جو اوكي يلا 3 2 1 لا 1 واحد اثنين لا فا لا لا ما كنتش عايز احرقه والله كان ممكن شكله حلو ياب شكله حلو اوكي يلا اللي بعده
واو ازرقراد شوف شبه الموس قولي هذا حلو يوم شبه الموس تعال تعال مودي 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 في احلك احلك لك شعري فيهم شعره زايده براسي يوب يوب شيل هذا طيب لا 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 خلاص خلاص قتله خلاص هات السيف لسه اوكي يلا يا شباب عشان يدرك جريمه وكده اوكي يلا نجرب على الزومبي يا رب علاق اوكي ما فيش مشكله يلا شباب نجرب على الزومبي ده جه فين ما فوق فوق واحد اثنين اوه لا زومبي صغير هذا ما ماشي خلاص هنجرب على زومبي كبير يا شباب اوكي يلا يلا نجرب على زومبي كبير يلا 3 2 1 2 1 يلا يلا واحد واحد اثنين اثنين اوكي ده ده بص اسطوري اسطوري ده لازم يترمي في المايه هنا ده اسطوري يا شباب اسطوري جدا يلا على اللي بعده اوكي ليتس جو اللي بعده هنا هنا ايه ده انفينيتي بليد هو شكله عامل كده ليه اوكي تعالوا نجرب تعالوا نجرب بسرعه 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 ايوه ايوه شكله اسطوري تحس ان هو شبه استنى يلا اوكي تحس ان هو معمول من البيدروك كده فاهم مش عارف الزومبي مالهم اليومين دولت الزومبي اقوياء جدا اوكي يلا شباب نجرب 3 2 ايه ده في صوت زومبي في زومبي عم بتعزه يلا 3 2 1 ايه ده لا والله زومبي زاطوط يلا 3 2 1 اوكي جو واحد واحد اثنين لا 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 والله العظيم لا بص شبه البدروك بص شبه البدروك خلاص انا شبه شكل اسطوري معلش لازم نرمي يلا الشباب اللي بعده يلا اللي بعده اوكي هون ليكو 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 او ماي جاد شفاف ار جي بي شيت اي والله ار جي بي كريستال بلو يا ابي غير الوانه هتشوف واو هات شوف شوف انا ماسكه بايدي ايوه ايوه تحس ان هو شفاف كده ما فيهوش حاجه من النص هيتغير الوانه ياب ياب هات هتجرب 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 لا ما تضربنيش بيه تعال نجرب على الزومبي يلا شباب نروح نجرب على الزومبي دلوقتي ونشوف ايه اخباره يلا 3 1 2 1 واحد اثنين ثلاثة أربعة لا شباب ده مش بتاعه لا بس شكله حلو شكله يفوز خلينا خلينا ما ايوه اوكي يعني تقدر تفايض فيه بس خليه لا خليه لا الماي مش هتت فيه وتحتت عليك جاديلوز ايه ده جاديلوز اه شكله اسطوري الصراحه تعال نجرب تعال نجرب يلا يا شباب تعال نجرب على الزومبي هنا ونشوف ده هيبقى عامل ايه يلا شباب نحط الزومبي يا اخي بس فوق الزومبي عارف الزومبي امشي اوكي لا اوكي يلا حطه هنا يلا 3 2 1 1 اوكي 1 2 2 3 3 مش حلو مش حلو يلا شباب اللي بعده هذا 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 صراحة انا شكله كثير كثير عاجبني شوفه اسمه دراجيون دراجيون واو تعال تعال نجرب تعال نجرب انا متحمس جدا لا لا انا متحمس يلا اوكي لا يا اخي انت زعطوت شو تحشر اه بس سيف قوي اوكي بس يلا سيف قوي نجرب على الزومبي الثاني يلا 3 1 1 ضربة 1 2 2 زبالة زبالة كامل نعطي فرصة ثانية جرب على زومبي ثاني احس راح يقتل بضربتين جرب على مودي اذا قتل مودي بضربتين خلص بنعطي فرصة ماشي يلا 1 2 3 واحد اثنين دمي قلب واحد بس لا 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 ما يستاهلش يا شباب الصراحه يلا يا شباب اللي بعده اوكي اخر مش اخر سيف الو اوكي ده مش ويزر سيفر ويزر ويزر بين ايه السيف ده شكله سيف اسطوري كده اسمعني ضربني ضربه ضربني ضربه فيه ضربني ضربه لا ما صار فشل جرب جرب على الزومبي الزومبي اوكي تعال نجرب على الزومبي شباب شكله اسطوري ده سيف الويزر سيف يمكن من اقوى الحيوانات يلا 3 2 1 واحد واحد اثنين والله لا يترمي في الزبالة اخر سيف يا شباب جاهز لمكمل انا متحمس متحمس والله يا سيف اوو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 و
اضرب اضرب مودي دخل اضرب دركس ضربه سريعه ضربه سريعه لا لا السلام عليكم بذب حقه تعال يا كلب تعال اخوي بالرقد تعال يا كلب واو ده بص الشباب ده احنا ممكن نعمل بيه تجربه حلوه قوي شوفوا 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 اوكي شوفوا 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 واو ضربه واحده بس يا شباب واحد ما كسفه بيموتش
اوكي يا شباب، ولنا كنا وصلت المقطع. اتمنى يكون مقطع النهارده عجبكم. جربنا سيوف جديده وغريبه، والصراحه ده اقوى سيف فيهم، ويستاهل ان هو يكون موجود معانا في حلقه النهارده. الدمج بتاعه اسطوري جدا، 9999. يعني عملت ده كده ده كده ده كده، اعتبرهم كلهم اوكي يا شباب. وبس يا جماعه، بس الدنيا بس تعمل لايك وتشترك في القناه. وسا سا سا سلام سلام. بص تعال انت بسمح حد شيء يا اخي، متحمس عاد بالسيف. مك مليون جيش لا يخاف من الحروب، محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب. مك مليون احنا سوا عيلة مش جمهور، بيكو بنصنع المتعة بنعمل من الضحكة فنون. مك مليون.